هو الاخ ديال الكريم والبريق. حنا كنا غادي من تمسنا مشينا مع مول الهوندا، وصلنا للصخيرات، تجمعنا الفرقه ديالنا الجروب كامل، مشينا في الطريق صطافيطات وباطنيرات غاديين في الطريق، وغاديين حنايا غاديين وتنزاو في الطريق صافي، وحنايا غاديين ما علينا ما بينا، تخرجوا لنا بيضاوة بداو تشفير عندنا بالحجر، وحنا غاديين شادين الطريق، والطريق عامره مبلوكية الطوموبيل، بنادم كبير بنادم صغير كلشي خارج لنا، وزيد شي خو عن شي شعلوا فلاماش وتيليحوهم علينا، وتنقولك بنادم كبير باقي بنادم مصيبه، بنادم قد الواليد ديالي خارج شي خارج شي ضربني انا بالحجر من فوق القنطره، والبوليس يقولوا لنا دوزوا من هنايا، وراه ما مول هوندا فرانا وبغى ورجع الفولا ما شاريان صافي، وزاد كسيره وخويا هو يطيح، طاح هو يجي راسه على الرويضه، زاد عاوتاني قدام خويا صافي مشى، هبطت انا من الهوندا مسحانيش انا خويا، مسحانا شي واحد اخر طاح صافي، تنهبط انا من الهوندا تلقى خويا تحت راسه تحت الرويضه صافي، جبتو حطيتو على فخدي، مشيت تنغوت ما بغيت حتى شي واحد يهضر معايا، تنعيطو لامبيلونس خمسة السوايع حنا كنتسناو لامبيلونس ما بغاوش يجيو، هزيتو في الهوندا وبقيت غادي به، وما يخرجوا لنا بيضاء وبداو تيفيروا عندنا بالحجر، الطوموبيلات تهرسوا لعباد الله، والطوموبيل اللي كنا غاديين فيها تهرسات، ورجعنا ماش طاريان، وصلنا للبياج، وصلنا لتما، السيد صافي القلب ديالو هو يحبس، عاد جاي الامبيلونس، جات الامبيلونس دينا للسبيطار، صافي مشيت عندهم، هو قال لي خوك راه توفى، صافي وهاديك الساعة راه ما عندي مندي، راه هو اللي خدام على المهم شي، وراه هادشي هذا بغينا نوصل حنا للاداره كلشي. الدار ديالي انا راه فاش كنت في السبيطار انا خويا، علمت الاب ديالي علمت، قلت لي راه خويا راه توفى، صدم جاب مشى قال الام ديالي والاخت ديالي والاخ ديالي الاخر، قال لهم تصدموا وجاو عندي تركازا وبداو تيبكيو، وراه الامن كاع ما كاين كاع في كازا، راه الامن والو ما كاينش، وداك الناس هذوك راه خصهم يشدوا لنا حقنا من اي واحد، والمسؤول كامل خصهم يشدوا لنا حقنا. وليدي ضيعوني فوليدي وغصبوني فوليدي، والشاب ديالي راه عنده 20 سنة، انا بغيت هاد الناس اللي ضيعوني فوليدي يشدوا لي حقي، انا رضعت فيه، وانا كنطلب من جلالة الملك ومحمد السادس يشوف فيا، انا راني كاريه وما في حاليش وما عنديش، وليدي هو اللي كان هازني مخدام عليا، ودابا راه ما عنديش رجانا في الله، انا باقه ولدي 4 سوايع وهو كيموت حتى واحد ما عتقو، والاصابات باش غدير باش غادي تعتقو ما عتقوش، وليدي 4 سوايع وكيتمرضخ في الدم، وليدي مات على خاطره الله يرحمه ويوسع عليه، والجيش الفريق ديال الجيش الملكي ما عيطوا عليا ما خبروني ما حتى شي، جا خو اللي كان معاه اللي مشى معاه يتفرج في الكره، هو اللي عيطنا اتصل بينا قال لي ماما قلت لي نعم، قال لي عبد الكريم خويا راه مات دعي معاه الله يرحمه، راه 4 سوايع وانايا كنتسنى لابينانس باش خويا يعتقوه، وما جاتش لابينانس، راه خويا راه مات ليا على يدي يا ماما، دابا خويا الله يرحمه، ومشيت جيت 9:30 تقريبا جاتنا الخبار، ومشيت لقيت ولدي توفى. الدري مات في مشجع ديال الجيش الملكي، وهذوك كازا وحشومه على ماشي اللي دارو صراحه، حشومه كنا مسلمين حشومه، ودابا حنا دابا ما نقدروش نصيفطوا ولادنا لكازا، واخا يكون لعاب اللي لعاب ما نقدروش نصيفطوهم، المغرب واحد، ولي المشكل اللي عندنا حنا في المغرب هي الاسعافات الاوليه فين كتكون، من كيعيطوا لهم فين كتكون، 5 سوايع والسيد كيموت، حشومه هادشي صراحه، والله تولينا عايشين في واحد سوريا ما فيهاش هادشي، راه حشومه والله العظيم، ولينا كنخافوا كنقولوا حنا في المغرب كنخافوا القتيله، هاد الذبيحه هادي وليداتنا في خطر صراحه، هاد الولد هذا الله يعمر ليه الدار، دريويش ظريف مو مسكينه ظريفه، اش غنقول لك حشومه صراحه، ما داروا لكم والو، الناس غاديين سلميين ما داروا حتى شي حاجه، غاديين سلميين غاديين نتفرجوا في الماتش، علاش هادشي راه حشومه صراحة، راه كان لي هادشي اللي كنعيشو فيه راه مزوينش صراحة. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتأكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس، وتبارطاجيو مع صحابكم.